السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع عنابة وفي مدينة عنابة، حيث تم تدشين المحطة البحرية لمدينة عنابة البارحة من طرف والي ولاية عنابة أيضا، ووضعها حيز الخدمة. إن شاء الله المحطة هذه تؤدي الخدمة ديالها في يعني خدمة الزوار والسواح اللي يجوا لمدينة عنابة عبر الـ يعني الباخرة. إن شاء الله يكون يعني فيها خير، والسلام عليكم.